أخي الواد وجيه ده ولد، والله العظيم ولد حبيبي. أنا دلوقتي عرفت ليه ماما طول عمرها بتحبه أكتر مني. يعني أنا دمي خفيف لكن هو أنضف الصراحة. بعدين أنا اللي مربيه، خد بالك وجيه ده ما يقدرش يعمل أي حاجة من غيري. طبعا تسأل نفسك هو مقعدني برا ليه؟ أنا حاسس أنت عايز تقول السؤال ده. يا ابني هو مقعدني برا لأن شغلانة الألبان دي شغلانة خطر جدا. يعني مثلا ممكن وجيه وهو بيعمل الصفقة اللي بيعملها جوه دي، حد تاني معاه مبلغ أكبر يخش ياخد الصفقة منه، فلازم يقعد على الباب حد يكون مفتح بقى عينه في نص راسه يراقب اللي داخل واللي خارج. فلجأ لمين؟ أبي شفي. برضه السجن قوى قلبي، خلاني ما فوتش فوتة. بس تصدق لما بشوف وجيه وزمايله اللي بيعملوه للبلد بجد بحس إن كأن مفيش ولا سنة من عمري ضاعت. والله يا فارس عاملين حالة حلوة قوي قوي في الألبان يا فارس. ايه ده؟ انت بتعيط؟ ليه 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 ليه؟ مالك؟ انت عايز تخش الحمام؟ انت طيب. انت طيب يا شفيق. انت بتتكلم وبتتكلم مقطع كده عشان بتتكلم جديد اكيد. اتريك يا حبيبي قاعد تخزن زي الاطفال وبعدين اتكلمت مره واحده. اتكلم يا حبيبي، اتكلم اتكلم. ايوه انا هتكلم ومش هسكت تاني. انا اساسا ما كنتش عايز اشتغل الشغلانه دي، ماما هي اللي خلتني اشتغلها. انا عايز ارجع لشغلانتي الاولانيه. ماما انت ماما برضو بتجبرك على حاجات؟ وانت ايه اصلا شغلانتك الاولانيه؟ كانت الملاكمه ولا الجزاره؟ انا اساسا راقص باليه. راقص باليه؟ لا انا بقالي كتير ما خرجتش بقى فمش هفهمك الصراحه. انا مش قادر اشوف الساذجه دي وما اتكلمش. لا بص، هو وجيه مش ساذج، وجيه طيب. يا عم شفيق انت اللي طيب ومش فاهم حاجه، ده ماكلك الحلاوه. طب ما انت كويس، يعني الحلاوه دي حتى بتدفي. هو اصلا اللي سجنك ولبسك القبض. يعني ايه؟ مش فاهم. يعني هو اللي بلغ عنك وحبسك. أخوك تاجر آثار، أكبر تاجر آثار في البلد، وهو دلوقتي بيخلص في عملية بملايين. أنت كذاب يا ابني. أنت عشان لسه بتتكلم جديد فأنت غالباً بتقول أي كلام. آثار إيه يا ابني؟ وجيه بيشتغل في ملابس الرضع اللي هي بتتوسخ بألبان سمارة. يا عم شفيق لو مش مصدقني خش شوف بنفسك. أنت راجل طيب وأنا حبيتك، مش مهم اللي يحصل لي بعد كده، مش مهم.